السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات مدرسة الخطيب التجاري، نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات، أهلا بيكم. النهاردة هنشرح لكم إزاي نعمل الاستمارة الإلكترونية. الاستمارة الإلكترونية بكل بساطة بتعتمد على خطوتين بس. أول خطوة بندخل عليها بياناتنا الأساسية اللي هي الرقم القومي وكود الطالب، وده بنقدر نحصل عليه من موقع المدرسة أو من المدرسة هنا في الإدارة. والخطوة التانية بنراجع البيانات الكاملة بتاعتنا كطلاب وكشعبة. طيب نبدأ الخطوة الأولى اللي هي إزاي نعمل إيميل على الاستمارة الإلكترونية. بنفتح جوجل وبنخش على موقع أوفيس اللي هو الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، وهسيب لكم الرابط تحت الفيديو بتاع الموقع. بنخش عليه بيجيب لنا حساب المعلم أو حساب الطالب، فبنختار حساب الطالب. بيطلب مننا حاجتين اللي هو الرقم القومي وكود الطالب. فلو دخلنا هنا الكود ودخلنا الرقم القومي مثلا 2 واتيفر، تمام كده، وبنختار أنالست برنامج روبوت. بيقول لي مثلا اختار مناطق عبور المشاة او اي حاجة زي كده اللي بيطلبها مني، بدوس عليها وبختار التالي او تحقق على طول، وبدوس التحقق من البيانات. بمجرد ما بدوس التحقق من البيانات بتجيلي صفحة تانية فيها ادخل رقم الموبايل و الايميل بتاعي. صفحة زي كده بدخل عليها رقم الموبايل وبدخل الايميل مرتين، وبرضو بدوس انا لست برنامج روبوت وبدوس انشاء حساب. لما بعمل كده بيجي لي بقى ايميل وباسورد هنا، ده الايميل بتاعي اللي بستخدمه في اي تعامل بعد كده على التابلت او على النظام الالكتروني. ودي كلمة السر، وناخد بالنا ان هو كل كلمة السر بيبقى اولها STD شباك، والاس كابيتال مش سمول، الاس كابيتال. تمام كده احنا عملنا الايميل والباسورد. نرجع تاني نقول من اول وجديد. بنخش على موقع الحساب المدرسي الموحد اللي هو office.emis.gov.eg، تمام. بختار حساب الطالب، بدخل الرقم القومي وكود الطالب. الرقم القومي اللي هو رقم البطاقة او الرقم اللي شهادة الميلاد، برضو الرقم القومي وكود الطالب اللي بنقدر نحصل عليه من المدرسة. وبالنسبة للاجانب بياخدوا رقم افتراضي من المدرسة. وبعديها بختار انا لست برنامج روبوت، وبختار بجاوب على الاسئلة اللي بتجيلي، وبدوس على التحقق من البيانات. بتجيلي الصفحة اللي بعدها بدخل فيها رقم الموبايل والايميل ومرتين، وبرضو بدوس انا لست برنامج روبوت وبجاوب على الاسئلة وبدوس انشاء حساب. بمجرد ما بعمل كده بيظهر لي ايميل وباسورد، دول اللي هيبقى التعامل عليهم. الاس بتبقى كابيتال، ناخد بالنا من النقطة دي، تمام. والايميل بيكون بالشكل ده، الكود بتاعك @cairo2.moe.edu.eg، والباسورد بيبقى STD شباك وبعديها رقم، الاس بتكون كابيتال. خلاص بقى معانا الايميل والباسورد. بنخش بعد كده على الموقع بتاع الاستمارة الالكترونية. اهو الموقع اللي هو moe register emis.gov.eg. لما بنخش على الموقع دوت بيطلب مننا الايميل والباسورد. بناخد الايميل والباسورد انهي اللي احنا لسه عاملينهم، تمام. بيفتح لي الاستمارة بتاعتي، الباسورد بيكون هنا، وبدوس تسجيل فبيفتح لي الاستمارة بتاعتي. شكل الاستمارة بتاعتي بيكون ازاي؟ بيكون بالشكل ده.
بنفتح الموقع بتاع الاستمارة، بيطلب مننا الإيميل، بندخل الإيميل اللي احنا لسه عاملينه، وندوس تسجيل دخول. بيطلب كلمة السر، أهم حاجة الاس كابيتال تي دي شباك، وبعديها الرقم بتاعنا، وبندوس تسجيل دخول. بعد ما بندوس تسجيل دخول، هو ده طبعا غلط ولا ايه؟ بيظهر لنا ايه البيانات بتاعتنا، بنحمل الصورة، بندوس تحميل صورة، بنحمل صورة من على الموبايل، صورة عادية بس ما تكونش يعني صورة قريبة من الصورة الشمسية اللي بتكون 4:6 وتكون خلفية بيضة، بنختارها من الكاميرا، ممكن نصورها على طول او من التنزيلات ونختار من الصور بتاعتنا. بعد ما بنحمل الصورة بنراجع ندخل العنوان ورقم التليفون ومهنة الوالد، ونتأكد ان كل البيانات التانية بتاعتنا سليمة، المرحلة الدراسية، الصف، نظام التعليم، نتأكد منها ان هي سليمة قبل ما بندوس اعتماد. اتأكدنا من كل حاجة تمام، بندوس حفظ، لو في مشكلة بنرجع للمدرسة، كل حاجة فلنفرض ان هي تمام، بندوس حفظ. بعد كده بيظهر هنا اعتماد، الاعتماد بمجرد ما بدوس عليه خلاص كده كل الداتا بتاعتي اتحفظت، مش هينفع تتعدل تاني، اكون متأكد تمام التمام ان كل البيانات بتاعتي سليمة اللي انا دخلتها او اللي اوريدي موجودة على الاستمارة. بعد ما بدوس اعتماد بيظهر لي خانة تانية، ايه اللي هي طباعة، لما بدوس عليها بيظهر لي شكل الاستمارة كله في صفحة واحدة صغيرة فيها الصورة وفيها البيانات بتاعتي، صفحة مختلفة شوية عندي بعد ما بدوس على طباعة، فبحفظها وبطبعها عند أي مكتبة أو في البيت لو عندي برينتر في البيت، وبجيبها هنا الإدارة بعد ما بتطبع. ده كل اللي بيخص الاستمارة، والموضوع سهل. أول خطوة بنعمل منها الإيميل بالبيانات بتاعتنا، وتاني خطوة بندخل فيها الإيميل والباسورد، نعمل طباعة للاستمارة. أتمنى تكونوا عرفتوا كل حاجة، ولو في أي تعليق ممكن أرد عليكم في التعليقات تحت أو في المدرسة تحت أمركم. بالتوفيق إن شاء الله.